المنطقة الشمالية تعرض حي عين حوزي بشفشاون إلى أضرار بليغة لحقت العديد من المنازل لتطال 19 أسرة منذ الخميس الماضي، وضع تطلب إخلاء السكان من المنازل فيما لا تزال 3 أسر بمنازلها في انتظار الحل. فنشكر العلوي محمد علي زريوح وعبد العلي القنوني. الصور هي من حي عين حوزي بشفشاون، حيث لا تزال الساكنة تعيش على وقع كارثة انزلاقات لحقت منازلهم منذ الخميس الماضي، مؤدية إلى تشققات خطيرة بالعديد من الدور. وضع تطلب إخلاء السكان للمنازل فيما لا تزال 3 أسر داخل منازلها المتضررة لعدم توفرهم على إمكانية إيجاد من يؤويهم. الحمد لله احنا راضيين بقدر الله، هادشي اللي بغى الله، ولكن هادشي ما كيعنيش اننا نبقاو في وسط المخاطر، وانما حنايا كنطلبوا من السلطات يتعاونوا معنا ويقوموا بالمساعده، بخصوص حنايا اللي لحد الان باقي ما جبرناش فين سكنوا. فالمرجو احنا نطلبوا التدخل السلطات المعنيه في اقرب وقت، اقرب وقت. هادشي هذا كي خاطر على الساكنه، وراه الديار السكان راه مازالين في الديار ديالهم، ما عندهم فين يمشيو، ما عندهم سكن فين غادي يعوضوه. 19 أسرة بحي عين حوزي بشفشاون تضررت من انجراف التربة بالمنطقة، والوضع يتفاقم مع ما تشهده المدينة من تساقطات مهمة، الأمر الذي يستوجب معرفة الإجراءات التي تم اتخاذها لحماية الساكنة، خصوصا من لم يجد مأوى. احنا كان عندنا اجتماع في هذا الصباح في العمل مخصص لهذه القضيه هذه، باش نشوفوا الحلول المؤقته اللي يمكن ترفع عليهم هذا المشكل وهذا الخوف وهذا الرعب، وحكم انهم الان يعني ماشي مستقرين. يعني طبعا جميع سواء رئيس المجلس الاقليمي او رئيس المجلس البلدي او المصالح الخارجيه اللي هي وزاره الشباب والرياضه والتعاون الوطني وكذا عامل الاقليم، جميع المصالح عبروا على الاستعداد ديالهم لتقديم يد المساعده لهاد الناس هادو كحلول مؤقته في انتظار نعرفوا شنو كاين بالضبط في هذه المنطقه. بحي عين حوزي بشفشاون بنايات جديدة وأخرى في طور البناء لحقتها تصدعات خطيرة، الأمر الذي يستوجب التدخل العاجل لحماية أرواح المواطنين القاطعين.